يعني ليه بقى السؤال الاخير ده؟ لان احمد من الناس الرياضيين جدا، والناس الرياضيين دايما يقول لك ايه، انا ليا طقوس في رمضان، انا هفطر مش عارف ايه وبعدين ايه وبعدين، مش بتاعنا الكلام ده بقى استاذ بيومي. احمد كنا بنعمل مسلسل انا وهو، كنا بنصوره كله في رمضان تقريبا، كله في رمضان رغم انه بيتذاع في رمضان. بدانا قبل رمضان باسبوعين ثلاثه كده، عملنا كام حلقه وبدانا بقى متاخرين جدا. فبنصور يوميا في رمضان انا واحمد توامي، في يومين مع بعض كنا، وهو رياضي جدا وهو بيروح الجيم يوميا وبيعمل حاجات كتير قوي. فانا نزلت له في يوم، انا كنت بحب اهزر مع احمد دايما ان هو ايه، اضربه وعارف ان هو مش هيقوم يمد ايده عليا، فاقعد اضربه ومش بالبنيات والكلام ده وبتاع تمام، وبقول له ربنا بيحط فيكم سكينه، بفكره يعني بيحط فيكم يا اخي سكينه تستحمل امثالنا والكلام ده، وافضل اضرب فيه. فبقول له دلوقتي يا احمد انا بتسحر زبادي وما بخسش. قال لي بتاكل ايه مع الزبادي؟ سلطه ايه بالظبط؟ قلت له لا ما باكلش سلطه مع الزبادي. قال لي امال بتاكل ايه؟ قلت له قطايف. جاوبك بقى ولا؟ قعد يضحك كميه ضحك يومها. قال لي وعاوز تخس؟ قلت له انا باكل زبادي يا اخي، اعمل لك ايه تاني يعني؟ بس حضرتك بتجمع بين الزبادي والقطايف فعلا. وقطايف ايه بقى بايه؟ قطايف بقى باللي ربنا يرزقه بقى. عسل وربنا بقى لي. القطايف اللي ميكس غريب جدا. قلت له باكل يعني كيلو ونص كده ولا الكلام ده يعني مع الزبادي. ومره قلت له لا انا باكل زبادي بس والله ما فيش اي حاجه وبرده ما بخسش. فقال لي لازم، هو بقى اللي علمني موضوع الزبادي اللايت. انا كنت فاكر انه مجرد باكل زبادي ايا كان شكل الزبادي هخس. وخلاص، ما هي زبادي يا جماعه يعني اعمل ايه تاني؟ قال لي لا، الزبادي فيها دسم يا بيومي، والزبادي فيها ما اعرفش كذا، والزبادي فيها كذا، لازم تاكل زبادي لايت عشان تخس. كل معاها خيار، كل معاها كذا. فنفعني بقى السنه اللي فاتت، عملت كده ولا ما طبقتها؟ خدت بالنصيحه والله، لان السنه اللي فاتت زي ما بقول لحضرتك كنت بفطر اللي على هوايا مزاجي واتسحر بس زبادي وسلطه. اقول لحضرتك على حاجه حلوه قوي بقى كمان، زبادي لايت اعصر عليه ليمون. تمام. بس على فكره ده بجد وصفه سحريه، بس ننام بقى بعد كده. وحتى انا قال لي كمون، فبحط كمون ولبون على حرق الدهون يعني التفصيله بتاعت هو كله ماشي مع بعض. بنفس السجع فعلا.